اتفاقية شراكة توقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمالة إقليم الدريوش والمجلس الإقليمي والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق لتعزيز المؤسسات الصحية بالإقليم بالموارد البشرية. الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الخدمات الصحية والرفع من جودتها وتسهيل الولوج إليها، أخذا بعين الاعتبار الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي يعرفه الإقليم. السياسة ديال القرب كتقتضي أن السكينة تستفيد من الخدمات في عين المكان، وأن الطبيب هو اللي يتنقل عند المواطن ماشي المواطن اللي يتنقل عند الطبيب، باش العناء ديال التنقل والعناء والتكلفة كذلك تقلص، وهذا هو المضمون في هذا والغاية من هذا إن شاء الله من هذا الإصلاح الجديد ديال المنظومة الصحية. إقليم دريوش يعني الحمد لله في هذه الساعة هذه متوفر فيه واحد المجموعة ديال 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 المراكز الصحية اللي هي مهمة، ولكن الشيء الوحيد اللي كان كينقصها هو الأطر الطبية. واليوم بهذه الاتفاقية هذه إن شاء الله نحاولوا نحلوا هذه الإشكالية هذه على المستوى ديال المراكز في الجماعات، لأن باش نخدموا يعني كما قال السيد الوزير قبيلة يعني نقدموا الخدمة للمواطنين على المستوى المحلي على المستوى ديال الجماعات. بالمناسبة قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد الطالب والوفد المرافق له بزيارة ميدانية للمركز الاستشفائي الإقليمي الدريوش، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي من المستوى الثاني تفرسيت بالإقليم. افتتاح ديال هذا المركز لتفرسيت هو مركز صحي المستوى الثاني اللي غيقدم خدمات ل 8500 ديال الساكنة اللي غيلبي حاجيات ديالهم من ناحية الطلبات الصحية في إطار سياسات القرب اللي كيحث عليها صاحب الجلالة الله ينصرو، وحنايا مقبلين على تحول جديد في القطاع ديال الصحة، والأجراء أبدت على المستوى القانوني والحمد لله غادي تجسد على أرض الواقع في هذه الشهور اللي جاية المقبلة إن شاء الله. المراكز الصحية التي تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة ومدها بالموارد البشرية اللازمة ستساهم في تقريب الخدمات الصحية الأساسية لساكنة المنطقة وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية وتيسير ولوج المرتفقين إلى العلاج وكذا احترام مسلك العلاجات. بحال الإنسان بحال كل ويفرق كلهم تيجيو لهاد الجماعات.